زيت السيارات أو زيت المحركات المحروق كل الناس بتتخلص منه في منتهى السهولة. لو بتغير زيت لعربيتك أو للمكنة أو لأي آلة عندك، فكرت في يوم من الأيام إنك أنت تستخدمه استخدامات صحيحة؟ أكيد لأ. النهاردة هقولك على مجموعة من الاستخدامات للزيت الراجع أو الزيت المحروق بطريقة عبقرية جدا وأول مرة تشوفها. تعال نشوف احنا نستخدمه ازاي في مجال الزراعة. أولا نستخدمه في التخلص من الحشرات زي النمل وأي حشرة تانية بتضر المزروعات أو بتتواجد في المكان اللي احنا فيه. مفعول جبار، مفعول ملوش مثيل الصراحة. أنا استخدمته اداني مفعول من أول ما استخدمته. زي ما انتوا شايفين المكان اللي فيه نمل هنبتدي ان احنا ندهن بيه. لو انت بتزرع في قسيس ممكن تدهن بالقسيس زي ما انت شايف. استحالة النمل يتواجد في المكان اللي فيه الزيت المحروق، مش النمل وخلاص، اي حشرة تاني مضرة استحالة ان هي تقترب المكان ده تاني ابدا. وزي ما انتوا عارفين ان احنا داخلين على ابواب فصل الصيف، حشرات كتير وانواع كتير وحاجات كتير هتكون مضرة، ان شاء الله هنتخلص منها بشكل فعال جدا. الزيت ده طبعا هيكون له عدة فوائد. اولا ملوش رائحة كريهة، وثانيا ان هو بيدي مفعول كويس وبيستمر لفترة طويلة جدا، مفيش حاجة بتأثر فيه، لا الحر بيأثر فيه ولا التربة كمان بتأثر فيه ولا اي حاجة بتأثر فيه، يعني هيفضل فترة طويلة. وزي ما حضرتك شايف النمل اول مرة من الزيت لف ورجع تاني على طول. ثانيا احنا بنعمل جرح حوالين الاشجار، بمعنى صح ان احنا بنجيب التربه بنحطها حوالين الساق علشان في عمليه الري الميه ما توصلش للساق، علشان ده كله بيسبب امراض فطريه وبيسبب امراض حشريه للاشجار، وده طبعا بيكون ليه نتائج مضره بالاشجار. طبعا ده بيؤدي لتساقط الثمار وبيؤدي لانتشار الامراض الفطريه في الاشجار، وساق الاشجار المتصل بالتربه يعتبر المدخل الاساسي والمدخل الاول لتسلق الحشرات من اسفل التربه والامراض الفطريه لكل الشجر. لو قدرنا ان احنا نحافظ عليه هنحافظ على الاشجار تكون قويه بشكل كويس وخاليه من اي مرض. وزي ما انتم شايفين الساق اللي هو هيتصل بالميه هنبتدي ان احنا ندهنه كويس بالزيت. موضوع ما فيهوش اي مشكله خالص، انا جربته مره واثنين وثلاثه ما فيش اي مشاكل نهائي. وزي ما انت شايف لا الميه هتأثر ولا الرطوبه هتأثر على الاغصان ولا على الافرع، وبالتالي مش هتنشط الحشرات ولا تنشط الامراض الفطريه، ومش هندي فرصه لاي نوع من انواع الحشرات ان هي تتسلق الشجره او ان هي تعمل عشوش داخل الاغصان. وكمان ممكن ندهن الاشجار الصغيره المزروعه في السيس او حتى المزروعه في الارض المستديمه، دي هتديها حمايه قويه طبعا من الحشرات ومن الامراض الفطريه، وكمان هتحميها من اشعه الشمس المرتفعه، لان زيت السيارات طبعا زي ما احنا عارفين هو بيتحمل درجات الحراره المرتفعه جدا، وبالتالي بيحمي ساق الأشجار. ما ننساش النخيل كمان هيكون أكتر عرضة لسوسة النخيل وكمان لانتشار الحشرات بشكل قوي جدا. زي ما انتوا عارفين انه بيكون كله تفرعات من أسفل وكله فتحات، فطبعا لما ندهنه زيت هنخلي الحشرات لا تقترب منه نهائي، وده طبعا مش هيدي فرصة لسوسة النخيل ان هي تنتشر بشكل كويس أو ان هي تقترب أساسا من جذوع النخل. أما انت لو عندك تربة غير صالحة للزراعة أو تربة فيها نسبة أملاح أو المية حتى فيها نسبة أملاح أو المية فيها نسبة كلور، زي ما انت شايف كده طبقة ملحية على سطح التربة، او اي نوع تربة عندك سيء التصريف او تربة غير جيد التصريف، كل اللي انت هتعمله هتاخد معلقة واحدة بس من الزيت وتضيفه على مية الري او تضيفه وانت بتروي بالنبات مرة واحدة بس، هيخلي التربة عندك تربة خصبة بشكل غير عادي، تربة جيد التصريف وتربة ملهاش مثيل. طبعا الكلام بقوله لك بناء على تجربة انا زرعت فيها والزرعة طلع فيها بشكل غير عادي. استخدام كمان بسيط للناس اللي بتربي النحل. طبعا النحل زي ما احنا عارفين بيكون محطوط على صناديق، هنفترض ان ده الصندوق، طبعا بيكون ليه ارجل زي ما انتم شايفين، يعني اربع ارجل او ست ارجل على حسب المكان اللي عندك. طبعا مش هنستخدم كوبايات، لكن انا بديك على سبيل المثال ممكن نستخدم اي اواني طبعا تكون حديد او اي حاجه زي كده، ونبتدي ان احنا نحط فيها الارجل او الاواني داخل الارجل، وبعدين نبتدي ان احنا نضيف الزيت داخل الكوبايات. طبعا استحاله ان النمل او الحشرات تقترب او تطلع للصندوق علشان تاذي النحل. موضوع بسيط حبيت افيد بيه الناس، وكل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان الكريم، وان شاء الله اشوفكم الفيديو القادم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.